تفاصيل كثيرة في ثنايا جائزة الإبداع الرياضي. معنا من دبي زميل العزيز والصديق الأستاذ محمد القوصي، عضو الفريق الإعلامي لجائزة الإبداع. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، تحياتي ليك وتحياتي الكبير أستاذنا الغالي الباشمهندس عادل القيعي، وبوجه تحية الجمهور الأهلي ولمشاهديكم في كل مكان. صوتك ما شاء الله بيجلجل رغم ان انت عندك ساعتين متاخرين، مش كده يعني؟ المفروض تكون نايم. ما هعمل ايه يا زبريم، انا قادر اتاخر عمالكم كتابه. طيب ماشي، قول يا مبدع، قول قول قول. يعني الاول يعني كيف فاز الاهلي بهذه الجائزه يا استاذ محمد، وترتيبات اجواء الاحتفال عندك عامله ازاي؟ تمام، بس خليني قبل ما اخش لك في الجائزه، في نقطه مهمه جدا ولحظه تاريخيه في الامارات بتعيشها بكره. لاول مره في تاريخ دوله الامارات يوم الجمعه يوم عمل اللي هو 7 يناير 22. ما حصلتش في التاريخ، اول مره هيطبق هذا اليوم النهارده واحنا جايين. يعني برضو في حاله جديده جدا في الامارات، يعني في حاله في الامارات، يعني اليوم الجمعه ده بالنسبه لنا كعرب وكمسلمين الحقيقه ما حدش يفكر ان هو مش اجازه خالص يعني. فان شاء الله بكره العمل هيبدا، او الدوام الحكومي في الامارات هيبدا من الساعه 7:30 لغايه الساعه 12 ظهرا، وبالتالي يكون اسبوع العمل في الامارات من الاثنين للخميس زائد نصف يوم الجمعه. والاجازه سبت وحد. والاجازه سبت وحد بالظبط، وده لاسباب اقتصاديه بحته مهتمه بيها دوله الامارات. خلوني بقى اروح للاهلي وابداعه وجائزه الابداع الرياضي. الاهلي توج بالجائزه المرموقه دي كافضل مؤسسه رياضيه عربيه، ليبقى الاهلي على القمه وصاحب الرياده والتفوق والتميز والابداع، خصوصا ان الاهلي النادي العربي الوحيد اللي قدر ياخد الجائزه دي مرتين، مره في 2013 عن ابداعه في 2012 لما فاز بدوري ابطال افريقيا بعد طبعا الحادثه الشهيره اللي تعرض ليها جمهور الاهلي في المذبحه اللي راح ضحيتها 72 شهيد من شهداء الاهلي عليهم رحمه الله، وفاز بيها في 2013، وهذه المره الثانيه ولم يسبق واحد الاسباب الهامه لفوز الاهلي بهذه الجائزه انذاك ان مفيش دوري، ده انت بتكسب بالظبط بدون مسابقه محليه. هو ده الابداع، يعني فكره الجائزه دي يا باشمهندس وفلسفتها بتقوم على عمل شيء غير مسبوق، عمل شيء غير خارج الصندوق، عمل شيء مختلف، عمل شيء في ظروف صعبه زي الجائزه اللي خدها الاهلي السنه دي اللي هيحصدها في 22 دي، ان الاهلي عمل في ظل جائحه كورونا وازمه كورونا والكوارث اللي احاطت العالم كله وكورونا اللي عجزت العالم كله، ان عمل حاجه اسمها المجموعه الاقتصاديه للنادي الاهلي بمبادره التمويل الذاتي، ودي كان فيها نوع من الابتكار، نوع من التميز، نوع من العمل المؤسسي، مبادرة اقتصادية خلت الاهلي يبقى واقف على رجليه وصامد في مواجهة عواصف كورونا اللي عصفت بمعظم، يعني شفنا برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان كل الاندية العظيمة في العالم. طب حد يطلع دلوقتي يقول لك يعني الاهلي هو الوحيد اللي نجا؟ نعم، الاهلي هو الوحيد اللي قدر يعدى، بدليل ان النادي الاهلي الوحيد الذي لم يخفض راتب عامل او موظف او يؤخر راتب لاعب كرة قدم او مدرب. مش معناه عن نقطة مهمة جدا جدا يا استاذ محمد دي بالظبط، ما سمعناش عن شكوى للاعب تاخرت مستحقاته، ما سمعناش عن شكوى لمدرب تاخر راتبه، ما سمعناش عن اي حاجه حتى في الفرق الاخرى اللي هي الالعاب الاخرى اللي هي دون كره القدم تسير على نفس المستوى وعلى نفس النطاق. وفوق هذا النادي الاهلي بهذا الملف وهذه المجموعه الاقتصاديه وهذه المبادره النابعه من التمويل الذاتي قدر يعمل انشاءات عظيمه جدا في كل فروعه، في الجزيره شاهدناها وفي زايد شاهدناها وفي مدينه نصر شاهدناها وتقريبا اوشك على افتتاح الفرع اللي موجود في التجمع الخامس. كل هذه الاشياء تجمعت عشان تخلي الاهلي مؤسسه مبدعه بتبتكر حلول غير يعني عاديه وبتحل بيها مشكلاتها وبتقفز فوق الواقع المؤلم عشان تحقق نجاحات كبيره جدا، بدليل ان الاهلي بهذا الملف الاقتصادي الكبير وهذا التمويل الذاتي الفكره العبقريه اللي اتعملت قدر ياخد بطولات محليه وقدر ياخد بطولات قاريه وقدر يحصد دوري ابطال مصر استاذ محمد بعضهم في ظل ازمه كورونا. ايوه يا فندم. الأهلي بهذا التتويج وهذا الاعتراف هو دولي أو إقليمي في مجال يعني
مختلف برضه بيشكل ان هو الرائد، هو النموذج، هو صاحب الارقام. ما هو صاحب رقم قياس اهو، مرتين بيكرم اهو. ايوه طبعا. كيف كان وقع او صدى هذا التتويج الجديد؟ هل كان له صدى في الشارع او في الاعلام او في الاوساط المؤسسيه الرياضيه؟ نعم، له صدى كبير جدا. هفضلك من الصدى هنا في الامارات. الحقيقه الاهلي هنا بيحظى بتقدير كبير جدا جدا جدا، وحضرتك تعلم هذا وكلنا نعلم هذا. الاهلي اسمه كبير قوي الحقيقه، وبيحظى بتقدير حتى المؤسسه او جائزه الابداع الرياضي. الاهلي له قيمه كبيره جدا، ويمكن كابتن محمود الخطيب ان شاء الله سيصل الى الامارات غدا الجمعه باذن الله، ويمكن وصل النهارده معايا على نفس الطياره الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، موجود برضه باذن الله هيكونوا هم اللي هيسلموا الجائزه، كابتن محمود الخطيب اللي هيتسلم الجائزه. شفنا الاعلام الاماراتي اهتم جدا بهذا الحدث وفوز الاهلي بجائزه الابداع الرياضي، اهتمام كبير جدا لحظه اعلان الخبر في شهر 11 الماضي. الاعلام المصري ايضا كان ليه صدى كبير جدا واهتم كتير جدا بهذا الحدث، لان الحقيقه جائزه محمد بن راشد الابداع الرياضي جائزه ليس جائزه اماراتيه، بل هي جائزه عالميه كبرى بتهتم باحداث كبيره جدا على مستوى العالم، بدليل هي فيها ثلاث فرع: فرع عالمي بيكرم الابداع العالمي، وفرع عربي بيكرم الابداع العربي على مستوى الافراد والمؤسسات والفرق، وفرع محلي ده خاص بالامارات طبعا، ان هم حقهم ان يعملوا حاجه تنشط الابداع عندهم. وهم هنا في دبي مهتمين كتير جدا بعمليه الابداع في كل حاجه، في كل المجالات يعني، في المجال الرياضي يعني. الحفل يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله في بروفا للحفله هتتعمل يوم السبت. الحفل يوم الاحد الساعه 11 باذن الله، وان شاء الله في ترتيبات ان شاء الله ان قناه الاهلي 11 ظهرا على الهواء مباشره. تنقله على الهواء مباشره باذن الله بالتنسيق مع تلفزيون دبي. كمان عايز اؤكد يا استاذ ابراهيم على دي بشرى لجمهور الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي انه يتابعوه يوم الاحد الساعه 11 ان شاء الله. ان شاء الله. عايز برضه اتكلم على ابداعات اخرى خاصه بالدكتور حسن مصطفى، وهو ابن مصر الرمز والقيمه الكبيره جدا اللي بيقود الاتحاد الدولي لكره اليد الى حاجات عظيمه جدا. هذه الجائزه ايضا فاز بها الاتحاد الدولي لكره اليد كاحدى ابرز المؤسسات العالميه. ليه فاز بها؟ لنجاحه في تنظيم بطولات عظيمه وكبرى في ظل جائحه كورونا، واستشهدوا ببطوله اللي نظمت في مصر مؤخرا، بطوله كاس العالم، كواحده من البطولات اللي نظمت في ظل جائحه كورونا مطبقا نظاما احترازيا غير مسبوق اللي هو الفقاعه الطبيه، ونجحت نجاح مبهر يا استاذ ابراهيم. صحيح صحيح. استاذ محمد، سعداء بمداخلتك، واعتقد كانت مهمه جدا لالقاء الضوء على هذه الجائزه المهمه وفوز الاهلي وتسلم الجائزه يوم الاحد ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا للصديق العزيز محمد القوصي، عضو الفريق الاعلامي لجائزه الابداع الرياضي، جائزه محمد بن راشد المكتوم.